السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نستهلها بالعناوين. في تصعيد جديد، إسرائيل تقتل رئيس استخبارات فيلق القدس الإيراني ونائبه بغارة جوية في سوريا. الشهداء في غزة تصل أعدادهم إلى 25,000، وهناك أكثر من 62,000 شخص مصاب. ميليشيا الحوثي تعتزم إعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، و120 منظمة تدعو المجتمع الدولي لمنع هذه الجريمة قبل وقوعها. مشاهدينا، التصعيد العسكري ضد إيران ربما هو الخبر الأبرز في الصحف والمواقع الإخبارية. نتابع تفاصيل هذا الخبر من موقع الجزيرة نت، حيث نقل عن وكالة مهر الإيرانية إعلان الحرس الثوري الإيراني اغتيال قائد استخبارات فيلق القدس العميد الحاج صادق ونائبه بغارة إسرائيلية على حي المزة بالعاصمة السورية دمشق. وأضافت الوكالة أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني. أما وكالة رويترز فقالت أن 4 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم رئيس وحدة المعلومات، قتلوا في الغارة الإسرائيلية. تحت عنوان حرب إسرائيل على غزة وحرب إيران على جيرانها، كتب علي باكير مقالا في موقع عربي 21. برنامج كشك الصحافة يورد جزءا مما جاء في هذا المقال. بعد مرور حوالي 3 أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة، قرر الحرس الثوري الإيراني الرد، لكنه قام خلال الأسبوع المنصرم بقصف 3 بلدان إسلامية هي العراق وسوريا وباكستان، مستخدماً صواريخ باليستية ومسيرات انتحارية. وفي سياق تبريره لهذه الهجمات، قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات تأتي في إطار محاسبة من تعرضوا لأمنها القومي، مشيراً إلى أن الهجمات استهدفت ما وصفها بمواقع تجسسية وإرهابية معادية في المنطقة. أرادت إيران من خلال هذه الهجمات أن تستعرض عضلاتها وأوراقها، وأن ترسل رسائل في عدة اتجاهات، من بينها أن لديها صواريخ باليستية دقيقة وبعيدة المدى قادرة على ضرب أي مكان في المنطقة، وأن لديها الإرادة والعزيمة على اتخاذ قرار بمهاجمة أي مواقع في أي مكان في الإقليم حتى لو كان داخل أراضي قوة نووية، وأن لديها القدرة على التنفيذ دون تردد. أنصار إيران احتفوا بهذه الضربات وبقدرة إيران العسكرية، فيما بدا أنه مهرجان دعائي استجابة لضرورة الرد على الضغوط الداخلية التي تتعرض لها إيران. المغامرة الإيرانية مع باكستان وقصف كل من العراق وسوريا أدى إلى ردود فعل عكسية لم تكن في الحسبان، فالتصعيد الإيراني مع هذه الدول في هذا التوقيت العصيب الذي يشهد حملة إسرائيلية غير مسبوقة على الفلسطينيين أدى إلى تشتيت الانتباه عن جرائم إسرائيل وإشغال الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي باحتمالات اندلاع حرب إقليمية أخرى. أما صورة إيران التي حاولت طهران تحسينها بعد العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال الالتصاق بورقة المقاومة، فقد تدهورت هي الأخرى بعد العدوان على الدول الإسلامية الثلاث، وتخطت الإطار المذهبي إلى الإطار الأوسع، إذ أن شرائح واسعة من الشيعة في العراق وباكستان شعرت بالإهانة والاستفزاز من الموقف الإيراني، مما أشعل الشعور القومي من جديد، فضلاً عن الصورة الذهنية السيئة أصلاً عن دور إيران لدى غالبية المسلمين بعد دورها السيء السمعة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. ونتابع أخبار الحرب على غزة من صحيفة الشرق الأوسط، التي قالت نقلاً عن وزارة الصحة في غزة إن 24,927 فلسطينياً قتلوا في المجمل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وعن أعداد المصابين أضافت الوزارة أنها
بلغت 62,388 شخصاً. أما خلال الساعات 24 الماضية فقد ذكرت الوزارة أن 165 فلسطينياً لقوا حتفهم وأصيب 180 شخصاً. تضيف الوزارة في تصريح لها أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات. بعد قرابة 40 عاماً على وجوده في بريطانيا، أسس أول فرع له في المملكة عام 1986. اكتشف جيمس كليفرلي وزير داخلية حكومة ريشي سوناك أن حزب التحرير هو منظمة إرهابية. هذا ما بدأت به صحيفة القدس العربي افتتاحيتها تحت عنوان رأي القدس، وقالت فيه: في الأدبيات الغربية التي تناولت الحزب لم تذكر الانتقادات التي وجهت إليه مشاركته في أي أعمال مسلحة لتحقيق غايات سياسية، وهو عادة التعريف المبسط للإرهاب. وتركزت الهجمات على الحزب كما في دراسة أجرتها مديرة قسم الأمن الدولي في مركز نيكسون في عام 2006 بكونه الحزب الوحيد الذي يتحدث عن الأمة والخلافة بمفهوم جامع لكل الأمة، وبكونه أحرز تقدما جديا واسع الانتشار وخطيرا باعتباره المقاتل الرئيسي في حرب الأفكار. سبق لتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني سيء الذكر أن قال إنه سيحضر الحزب بعد وقت قصير من حصول تفجيرات عام 2005 باعتبار القرار سيحد من التطرف الإسلامي، ولكنه تراجع عن الخطة بعد إبداء وزارة الداخلية وكبار ضباط الشرطة تحفظاتهم خوفا من أن يؤدي القرار إلى نتائج عكسية، كما امتنعت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عن قرار مماثل بعد أخذها مشورة قانونية. في تاريخ الحزب كما باقي الأحزاب في المنطقة العربية بعض المحاولات الفاشلة للوصول إلى الحكم عبر أعضاء له في الجيش، ولكن تاريخه في البلدان الغربية يدل على أنه حزب جماهيري لديه آراء فكرية إسلامية، ولكنه يرفض تماما اتخاذ طريق التسلح أو العمليات المسلحة، وأنه يكتفي بحرب الأفكار. فما هي القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلت الحكومة البريطانية تتخذ بعد 38 عاما من وجود الحزب قرارا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان ومبادئ حرية التعبير؟ مجمل التقارير التي حللت دافع حكومة المحافظين البريطانيين الحالية لحظر الحزب تقول إن الأمر يتعلق بكونه إحدى الجهات الأساسية التي قامت بتنظيم فعاليات التظاهر والاحتجاج على جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. وقد برر البيان الحكومي القرار بأن حزب التحرير له تاريخ في الإشادة والاحتفال بالهجمات ضد إسرائيل في الوقت الذي تتابع آلة القتل الإسرائيلية حصدها للفلسطينيين قرابة 25 ألفاً حتى الآن، وتدميرها لقطاع غزة وتهجيرها لقرابة مليوني شخص. لا يمكن أن يفهم هذا القرار إلا باعتباره مكافأة غربية جديدة لإسرائيل. فيما يتعلق بالسودان، أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن ما بين 10,000 و15,000 شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور في السودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها. وتابعت صحيفة العربي الجديد عزا مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها بتقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن قرابة 12,000 شخص قتلوا في السودان منذ اندلاع الحرب. كتب المراقبون أن الجنينة شهدت عنفا مكثفا، واتهموا قوات الدعم السريع باستهداف قبيلة المساليد العرقية الأفريقية في هجمات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وقالوا إن الإمارات قدمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو الملقب بحميتي. مراقبو العقوبات أضافوا في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا أنه تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها. تتابع الصحيفة: تركت الحرب نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدة، في حين
فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم. نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية باليمن في إطار محاولتها الحد من قدرة ميليشيا الحوثي على استهداف خطوط الشحن الدولية وضرب السفن التجارية. من الموقع بوست نتابع تفاصيل التصعيد الأمريكي ضد الحوثيين، حيث قال إن الولايات المتحدة أعلنت أنها شنت 3 هجمات على منصات لإطلاق صواريخ باليستية ومضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن. قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن إن هذه الهجمات تهدف لجعل حرية السفن في البحر الأحمر أكثر أمانا. وحول توقيت شن غارات يوم أمس، قال كيربي إن منصات إطلاق الصواريخ المستهدفة التابعة للحوثيين كانت جاهزة للإطلاق بحسب الموقع بوست. فهذه الهجمات هي الموجة 6 ضد الحوثيين بعد أن شنت أمريكا وبريطانيا أول هجوم في 12 من يناير الجاري. بعنوان وهم العودة إلى ما قبل الطوفان، كتب وائل قنديل مقالا في موقع العربي الجديد وقال فيه: سوف تتوقف الحرب مهما طال الوقت أو قصر، وسينتهي العدوان الأكثر همجية ونازية في التاريخ، وسيعود الضحايا إلى أطلال بيوتهم المدمرة بفعل القصف الصهيوني. لكن شيئا واحدا لا يمكن أن يعود، وهو الوضع الفلسطيني قبل 7 أكتوبر. يخطئ من يتصور أو يتوهم أن بالإمكان استعادة معادلة الصراع كما كانت قبل طوفان الأقصى، فهذه نتيجة مستحيلة تجاوزها الزمن ولن يعود إليها. والنتائج المستحيلة هي بالضرورة تعبر عن خطأ في التقدير وفي القراءة، وليس أكثر خطأ من قراءة 7 أكتوبر أنه كان لحظة عابرة مقطوعة الصلة بما كان قبلها وما سوف يأتي بعدها. لم يكن ما جرى حالة عراك مفاجئ بين طرفين، ولا مغامرة فلسطينية بنت اللحظة فجرت جنونا صهيونيا، كما لم يكن ردة فعل غير محسوبة على تصرف بعينه، كأن يقال إنها جاءت ردا على الإهانات الإسرائيلية للمسجد الأقصى فقط، أو أنها انفعال زائد ضد سفالة اليمين الصهيوني الحاكم. كما من المعيب والمشين بالطبع أن يتخرص بعضهم بربطها بمعادلات إقليمية أكبر. طوفان الأقصى كما أفهمه من خطاب المقاومة الفلسطينية وكما أراه في وجوه الشعب الصامد في غزة، معركة على طريق الحلم الأكبر والهدف الأسمى، معركة التحرير والكفاح من أجل استعادة الأرض والتخلص من احتلال هو الأكثر خسة وبشاعة في التاريخ. وبالتالي من العبث تصور أن الطوفان هو آخر المعارك كما يهذي الكيان الصهيوني، وهو يتحدث عن أحلام اليوم التالي لتوقف الحرب وأوهام ما بعد القضاء على المقاومة الفلسطينية وما تسمى ترتيبات فصل السلطة الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة وفقا لمقاسات الاحتلال وعلى هواه. إلى موقع يمن مونيتور المحلي، حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جماعة الحوثي تحاصر تعز بينما تهاجم السفن ردا على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. المنظمة نشرت تقريرا للباحثة نيكو جافانيا، جاء فيه رغم تصدر الحوثيين لعناوين الأخبار هذه الأيام بسبب الهجمات التي يشنونها على سفن التجارة في البحر الأحمر، إلا أن العالم لا يركز على كيفية منع الحوثيين لوصول المياه إلى مدينة تعز. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بدون رفع الحوثيين الحصار الذي يفرضونه على تعز، فإن ادعاءاتهم بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الإسرائيلي على غزة هو كلام فارغ. تتابع المنظمة حديثها عن حصار الحوثيين للمدينة قائلة: تنتهك القوات العسكرية سواء الحوثيون أو الإسرائيليون قوانين الحرب عندما يقومون بتقييد الحصول على المياه عن جميع المدنيين. المنظمة خاطبت الحوثيين والإسرائيليين بإنهاء عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وقطاع غزة. واحد من الأخبار التي اهتم بها الصحفيون والإعلاميون في اليمن هو الخبر المتداول حول نية ميليشيا الحوثي تنفيذ حكم الإعدام
بحق الناشطة فاطمة العرولي والتي احتجزت منذ أكثر من عام. موقع المصدر أونلاين نقل إدانة الكثير من المنظمات وقال دعت 120 منظمة حقوقية المجتمع الدولي والمنظمات إلى التدخل لوقف تنفيذ جريمة الإعدام التي يعتزم الحوثيون تنفيذها بحق الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي. وفي تفاصيل الخبر قال البيان إن ميليشيا الحوثي أصدرت أمرا بإعدام العرولي بتهمة التخابر مع جهات معادية للحوثيين على خلفية كشفها تجنيد الميليشيا للأطفال. بيان المنظمات كما نقله المصدر أونلاين أشار إلى اعتزام ميليشيا الحوثي تنفيذ أمر الإعدام بحق الناشطة في ساحة عامة بصنعاء بتاريخ 21 من فبراير المقبل. المنظمات الموقعة على البيان دعت الجميع إلى التأزر وممارسة كافة الضغوطات الممكنة لوقف وقوع هذه الجريمة. وفي جولتنا المصورة رصدت وكالة الأناضول تحركات الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة والهجمات التي تشنها على مواقع داخل القطاع. المشاهد التي التقطتها الأناضول تظهر تحرك الدبابات الإسرائيلية على الحدود وتوجيه فوهات المدافع صوب غزة. نشاهد معا. وفي ختام هذه الجولة الصحفية إليكم أبرز الرسومات الكاريكاتورية لهذا اليوم نتابعها سويا. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. حتى نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل محمد العليمي وهي من طاقم العمل. شكرا لكم.